عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل في سلسلة الموي تاي. تمام، طبعا بنعتذر عن الغياب الفترة اللي فاتت، لكن يعني الحقيقة أنا كنت مشغول فعلا وكنت في تحضيرات زواج. تمام، فأنا بعتذر إن شاء الله ما ننقطعش تاني الفترة الكبيرة دي، وبإذن الله نرجع نلتزم زي الأول. تمام، هنكمل النهاردة في ضربات الأكواع في سلسلة الموي تاي. طبعا احنا خدنا ضربة الكوع الأمامي، النهاردة إن شاء الله هنكمل في ضربات الكوع. تمام، هناخد ضربة الكوع العلوي أو الكوع الصاعد أو الأبر كات إلبو. تمام، دلوقتي طبعا إحنا لما خدنا ضربات الأكواع في السلاسل المختلفة زي الجيت كوندو ومعظم الفنون القتالية الأخرى على القناة بيكون في تشابه كبير بالنسبة للضربات، فطبعا اللي تابع السلاسل التانية هيلاحظ إن يعتبر بنسبة كبيرة الشرح قريب من الضربات الأخرى في الفنون القتالية، لكن طبعا مع بعض الاختلاف البسيط. تمام، نبدأ بقى بإذن الله. دلوقتي بتبقى واقف في وضع الفايت، وضع القتال بالشكل ده كده. طبعا ضربة الأبر كات إلبو بيكون شبه ضربة الأبر بالظبط. تمام، بس من خلال المرفق بتكون الضربة موجهة لمنطقة أسفل الذقن. تمام، بالشكل ده كده أهو. هنا إيدي دي بتميل وترجع تلمس منطقة الكتف بالشكل ده كده، والكوع بيبدأ يطلع علوي مستقيم بالشكل ده كده، يعني ما بيكونش الزاوية اهو هاجي بالشكل ده كده، ما بتكونش مايلة كده. تمام، وإلا مش هتقدر تقوم بالقوة الكافية لتسديد ضربة قاضية للخصم. اهو بالشكل ده كده بتكون مباشرة للأمام بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين، وبتكون طالعة بقوة، يعني زي ما الإلبو بتخش بدفعة الوسط، الضربة دي برضو بتاخد فيها حركة الوسط بالشكل ده كده عشان تكون الضربة قوية ومؤثرة. أهو تاني، أهو بالشكل ده كده حركة الوسط. الرجل الخلفية بتلف بالزاوية كده زي ما حضراتكم شايفين، أهو بترفع مشط بترفع كعب القدم عن الأرض. تمام، تبدأ تاخد دوران للداخل في اتجاه الرجل التانية، عشان في معظم الناس ممكن تعمل خطأ يلف كده. لا، انت طالما بتسدد ضربة بالايد اليمنى يبقى القدم اليمنى هي اللي هتلف، القدم اللي في الخلف هي اللي هتعمل الدوران بالشكل ده كده في اتجاه القدم التانية، بتلف للداخل مش للخارج بالشكل ده كده اهو. تمام، هتخش بوستك بالشكل ده كده. تمام، وهتقوم مسدد الضربة مباشرة للأعلى، وبتكون طالعة من الأسفل بقوة بالشكل ده كده. تمام، تاني، واحد، اتنين، تلاتة. طيب معظم الناس ما بتبقاش عارفة ايديها دي بتكون موضعها ايه أثناء ضربة الكوع. في البعض ممكن يرجع ايده للخلف كده، تمام، أو زي ما حضراتكم شايفين ايدك تبقى للخلف كده، وفي البعض بيحط ايديه في مستوى الكتف بالشكل ده كده اهو على الكتف مباشرة وبيرفع ايده بالشكل ده كده، وفي البعض بيرجع ايده للخلف كده اهو ايده ورا اهي وبيضرب اهو بالشكل ده كده. يعني لو ايدك للخلف كده او ايدك على مستوى الكتف كده الطريقتين صح. تمام، بالشكل ده كده اهو، واحد، اتنين، تلاتة. نبدأ ناخد من الزاوية التانية كده اهو، واقف بالشكل ده كده اهو. طبعا وانت بتتقدم استخدام الضربه دي ما بيكونش غير من المسافات القريبه، ما ينفعش يبقى الخصم بعيد عني وابدا انا اعمل كده، كده خطا، الضربه هتكون بطيئه وضعيفه وهيكون الخصم سدد لك ضربه مباشره، فلازم تكون قريب من الخصم، قريب من الخصم بالشكل ده كده اهو، واحد اهو، سواء ايدك على مستوى الكتف كده او في الخلف كده بالشكل ده كده اهو، مع طبعا لف حركة الوسط المرة دي عشان ايدي الشمال هي اللي بتسدد، فانا بلف برجلي الشمال في زاوية للداخل بالشكل ده كده اهو. تمام، ويفضل ما تكونش مستوى تباعد القدمين ما يكونش بعيد عن بعض، يعني ما يكونش بالشكل ده كده، كده اللف هيكون بطيء والتسديد الضرب هيكون ضعيف. لا، يفضل يكون مستوى عرض الكتفين اهو بالشكل ده كده، واحد، اتنين،
3 تمام. طبعا استخدام ضربات الكوع من الضربات المهمه جدا والضربات القاضيه اللي بتقدر تهزم بيها خصمك، بس يفضل استخدامها في الوقت المناسب. يعني كل ضربه لو استخدمتها في التوقيت المناسب هتكون مؤثره وهتكون قويه. يبقى اهم حاجه ناخد بالنا اثناء تسديد ضربات الاكواع من المسافات، ما تكونش المسافات بعيده تمام، وناخد بالنا من التوازن بتاعنا، وضعيتنا لازم تكون متوازنه. ما ينفعش مثلا اكون بضرب ضربه كوع وانا مايل لقدام بزياده او بميل للخلف عشان ما يحصلش اي اختلال في التوازن تمام. واخد بالي من الوقت المناسب واكون سريع، يعني تكون الضربه سريعه، ما ينفعش مثلا اكون بطيء وابدا اسددها وقت ما اتقن الحركه واكون سريع فيها ابدا اسدد. ما ينفعش اكون لسه بطيء وابدا اعمل كده، سهل جدا ان هي تتصد. لا، لازم مثلا ويفضل اكون عامل قبلها حركه يعني تمويه، يعني اكون مثلا مسدد لكمه ومداخل ضرب الابر كات البو تمام. وباذن الله هنكمل في مجموعه ضربات الاكواع في الحلقات الجايه ان شاء الله. وبكده انتهت حلقه النهارده، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير الفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.